مشاهدينا أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من نسخة إلى الرأي العام، وموضوعنا اليوم متابعة للتطورات السياسية المتسارعة التي تعيشها البلاد فيما يتعلق بمنح الثقة للحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة السيد فتحي باشاغا من قبل البرلمان. وسنتحدث في هذه الحلقة عن موقف حكومة الدبيبة والمواقف المحلية تجاه هذا التشكيل الحكومي الجديد. هذه الحكومة مشاهدينا وما تضمنته من توسعة في الحقائب أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية، ويضع المواطن اليوم تساؤلات حول أبرز هذه الأسماء وماذا كانت تعمل في السابق، ومن هم الذين تربطهم صلة قرابة ببعض النواب في البرلمان. خلونا توا نسلط الضوء على أبرز الأسماء في هذه الحكومة. إذن منحت الثقة لحكومة السيد فتحي باشاغا، حكومة مكونة من 3 نواب للرئيس، 29 حقيبة وزارية، 6 وزراء دولة تحت ضغوط المحاصصة الإقليمية والجهوية وحتى المحاصصة الداخلية في مجلس النواب. خرجت اليوم الحكومة بتشكيلتها التي طالتها الانتقادات سواء من الرأي العام أو من شخصيات ونخب ليبية ودولية. نستعرض بعض الأسماء من الحكومة. أولها علي القطراني نائب رئيس الوزراء عن برقة، كان أحد أعضاء المجلس الرئاسي السابق لفترة كما يعلم الجميع. خالد علي محمد لسطى هو أحد أعضاء مجلس النواب، وضمت أيضا القائمة حافظ عبد الحميد قدور وزير الخارجية والتعاون الدولي، كان مندوب ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي. عصام بوزريبة وزير الداخلية هو للمعلومة مشاهدينا تم ترقيته من قبل عبد الحميد الدبيبة برتبة عميد في الأمس، وهو أخ عضو البرلمان علي بوزريبة. أسامة حماد وزير المالية، وهو وكيل وزير المالية والوزير المفوض في حكومة الوفاق وأخ عضو مجلس النواب محمد حماد. عثمان عبد الجليل وزير الصحة، وهو وزير التعليم السابق في حكومة الوفاق. محمد دومة وزير الموارد المالية، شقيق عضو البرلمان مصباح دومة. عبد الله الشارف رحومة وزير العمل والتأهيل، هو كذلك شقيق عضو مجلس النواب أحمد الشارف. سالم عبد الله محمد الناجي وزير الاتصالات، مستشار قانوني ومدير شركة ليبيانا فرع المنطقة الشرقية ورئيس هيئة الاتصالات في فترة انقسام المؤسسات إلى الآن. أما النواب الذين لديهم أبناء عمومة وأخوة في هذه الحكومة هم إبراهيم الدرسي وابن عمها وزير للاتصالات، سلطنة المسماري ابن عمها وزير التعليم العالي، والنائب عبد المنعم العرفي ابن عمه وزير الزراعة، وأيضا حسن البرغوثي ابن عمه وزير التعليم التقني، وأخيرا صالح قلمة أخوه وزير السياحة والأثار. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة. أبدأ سريعا بداية مع مراسلنا في طرابلس عز الدين بولعوينات ليطلعنا على آخر التطورات من بعد منح الثقة لهذه الحكومة الانتقالية الجديدة. عز الدين، كيف تبدو الصورة عندك؟ اهلا بك فرج، واهلا بجميع المشاهدين. الصوره يعني في طرابلس يعني لحد الساعه هذه ما فيش اي رده فعل، ولكن نقدر نوصف لك شويه شن اللي حاصل بالضبط. الناس في تخوف من قصه ان رئيس الحكومه عبد الحميد الدبيبه مش حيسلم لرئيس الحكومه المكلف فتحي باشاغا، وانه حيرجع الوضع الى المربع الاول، انقسامات، احتمال حدود حرب، تصادم بين الحكومتين، وايضا يعني فيه بعض التكتلات السياسيه اللي كانت رافضه قرارات مجلس النواب، ومن اهمها اللي هي تشكيل حكومه، والحكومه هذه وصفوها ان هي حتكون حكومه محاصصه زي ما شافوا اليوم، وشفنا كيف صار في قاعه مجلس النواب. ونقدر نعطيك يعني بعض المعلومات، ان في مدينه مصراته خرج اعيان وحكماء المدينه واصدروا بيان يرفضوا فيه ما خرج به مجلس النواب اليوم، ويطالبون
انتخابات في أسرع وقت، ووصفوا أن ما حصل اليوم في مجلس النواب أنه هو تزييف ومهزلة حسب ما صدر في البيان. طيب، محيط يعني منطقة طريق السكة في طرابلس يعني مقر رئاسة الوزراء، هل هناك يعني مظاهر مسلحة؟ يعني هل مررت من تلك المنطقة تحديدا؟ الوضع الأمني في طرابلس بشكل خاص والمنطقة الغربية بشكل عام. الوضع الأمني في طرابلس وخصوصا في الساعات المتأخرة من الليل فيه يعني زي ما نقول بوابات كثيرة جدا يعني في أغلب الشوارع، وخصوصا في طريق السكة. يعني احنا زي ما نقول ان هي مطوقة، يعني في حالة طوارئ زي ما يقولوا، سيارات مسلحة، يعني مش كلها وزارة الداخلية مشكلة. يعني الوضع بشكل عام يعني مستقر، ما فيش مشاكل، ما فيش حاجة تندر ان فيه مشكلة حتحصل. لكن الوضع بشكل عام يعني المدة اللي فاتت كان وضع ترقب، يعني الناس كلها تستنى شن بيحصل. لكن اليوم داخل طرابلس ما فيش ولا ردة فعل حصلت، يعني في زي ما قلت لك الناس قاعدة متخوفة مازال، لكن الوضع بشكل عام نوعا ما كويس، يعني ما فيش أي حاجة تنذر أن فيه مشاكل. يعني نأمل هذه الحالة الأمنية أن تستمر يعني في طرابلس وكل المدن الليبية. شكرا جزيلا لك عز الدين بولعونات، مراسلنا، كنت معنا من العاصمة طرابلس. أرحب بالضيوف الذين سوف يرافقوني في هذه الحلقة مشاهدين: محمد بويصير كاتب وسياسي، عاشور شوايل وزير الداخلية الأسبق، عبد الله الديباني الباحث القانوني والمهتم في الشأن السياسي الليبي. أبدأ مباشرة بضيفي السيد محمد بويصير. يعني سيد بويصير، بداية كيف ترون العدد الإجمالي للوزارات؟ هل هو منطقي نظرا للعدد السكاني في ليبيا ما يقارب 7 ملايين، أم هو أمر عادي في ظل الانقسام وصعوبة الوضع الذي تعيش البلاد اليوم؟ أهلا بك وبضيوفك وبجمهورك الكريم أستاذ جمعة. يعني أنا لي رأي دائما في قصة الوزارة. الوزارة زي مجلس الإدارة، تكون من أجل إنجاز عمل. فهناك المعلن أن هذه الوزارة هي وزارة مؤقتة ستعمل من أجل إجراء انتخابات خلال عام ونص. طبعا هذا يعني لا يحتاج إلى هذا العدد الكبير من الوزارات، ولا هذه الميزانيات، ولا هاللخبطة اللي سايرة، ولا الإجراءات الأمن ل 38 وزير. عدد الوزراء في الولايات المتحدة الأمريكية اللي اقتصادها 25 تريليون دولار، يعني ثلث اقتصاد العالم كله، 14 وزير، عرفت؟ فنحن يعني طبعا القصة هنا تختلف. نحن مش جايبين وزراء بيش يردوا بالهم من الأنشطة اللي تعهد بها باش آغا في خطابة بتاع تقديم البرنامج، ولكن هي وزارات وزعت للحصول على الثقة، وهذا وضع شيء مختلف. يعني فبالتالي أنا بدون أن أدخل في الأشخاص، أنا لا علاقة لي بالأشخاص، وأكثرهم الحقيقة ما نعرفهم، مش نعرف صورهم، نعرفهم على التلفزيون. ولكن في النهاية يعني الأداء هو اللي يهم الشعب، يهم الليبيين. الليبيين عندهم أزمات في الحياة بتاعهم، عندهم رغبة في الدخول إلى الانتخابات، يريدوا أن تجرى انتخابات، يريدوا التخلص من هذه المجالس النيابية اللي تحجرت في مكانها. فالسؤال يطرح نفسه: هل أنت بهذا الشكل يا سيد بشآغا تستطيع فعلا أن تقود البلاد إلى انتخابات، وإلا أنت شريك في مؤامرة للاستيلاء على السلطة ومنع الناس من أن تجري انتخابات؟ هذا هو السؤال الرئيسي، بغض النظر على من هم الأشخاص الذين يستعملون في تمرير مؤامرة. إذا أنا أريد أن أصل على رؤوس الآخرين، أنا نجيب زنتاني ونجيب مصراتي ونجيب عقوري ونجيب برعصي، واللي يشري مكان معايا ممكن نبيع له الموقع بتاعه وكذا، بحيث أننا نستمر نوصل للسلطة. بعد ما نوصل للسلطة لحقوا علي. فأنا هذا ما أخشى عليه، وأعتقد أن هذا ما يخشى منه الليبيين. طيب، بغض النظر على من سنتحدث في ذلك في هذه الحلقة سيد بويصير، ولكن ينضم إلي الآن السيد عاشور شوايل وزير الداخلية الأسبق. سيد عاشور، ناخذ رأيك بداية
يعني في العدد الإجمالي للوزارات اليوم في حكومة السيد فتحي باشاغا، هل تشوف في أن يعني هذه الحكومة الجديدة وهذه الأسماء اليوم يعني واقعية بنظرك وتتماشى مع الحالة الموجودة في ليبيا اليوم؟ سيد عاشور، طيب أطرح، نعم فقدنا الاتصال بالسيد عاشور شوايل، سوف نعود إليه في وقت لاحق من هذه الحلقة. أطرح ذات السؤال لضيفي عبد الله الديباني الباحث القانوني والمهتم في الشأن السياسي الليبي بعد الترحيب به. يعني سيد عبد الله الديباني، تقييمك لهذا الكم الكبير من الحقائب الوزارية في حكومة السيد فتحي باشاغا، كيف ترى وهل تراه اليوم واقعي ويتماشى مع الحالة الموجودة في ليبيا؟ أولا أقدم لك تحية أستاذ فرج، وكذلك لضيوفك الكرام ولكل المشاهدين الأكارم. نحن أولا هذه الحكومة هي لن تكون، أنا أقولها هي لن تكون على بتنظيم يختلف عن التنظيمات السابقة، حيث أن نحن من 2011 نرى في عملية المحاصصة وعملية إرضاء الأطراف حتى يتم إعطاء الثقة وحتى نضمن عمل هذه الحكومة، وإلا سيكون هناك عديد من المشاكل والعراقيل لهذه الحكومة. اليوم ليس بجديد، المحاصصة واضحة والإرضاءات واضحة من أجل الحصول على الثقة، وهذا لا يمكن أن نقيمه ونحن في المراحل الانتقالية، ولهذا دائما نقول أن هذه المراحل يجب أن تنتهي ويجب أن تكون لها نقطة نهاية حتى نضمن عدم وجود المحاصصة ونضمن وجود دستور يحمي تشكيل هذه الوزارات وهذه الحكومة أو السلطة التنفيذية. اليوم عن نفسي لم أفاجأ، أن أعلم جيدا أن المرحلة وديدان وهذه المرحلة يتطلب المحاصصة ويتطلب إرضاء جميع الغايات والأهواء المجلسين. أنا أعلم جيدا ومن خلال بعض الاتصالات أن هناك ترضية حتى لمجلس الدولة الذي الآن نسمع عنه أن جزء كبير منه لا يريد أو غير موافق على هذه الحكومة، وكذلك سيتم ترضيتهم حتى في الوكلاء. هل لديك أي معلومات في هذا الخصوص؟ يعني الحقائب اللي ردوا بها مجلس الأعلى للدولة، هل لديك يعني أسماء هذه الحقائب اللي كانت ترضية لمجلس الأعلى للدولة؟ هو الترضية في مجلس الدولة ستكون لعدم رغبة النواب أن يكون شريكا رئيسيا، هو الشراكة التي يدعو إليها مجلس النواب أن تكون شراكة في المشورة والتوافق، وهذا هو الذي جعل من الحكومة ستكون لها ترضية في مجال الوكلاء. نحن الآن نتحدث عن وزراء ولم نتحدث عن وكلاء هذه الحكومة، ولهذا سنجد هذه الترضية طيب نحن نسعى إلى مرحلة في مرحلة محاصصة وقائمة على المحاصصة طول ما نحن في المرحلة الانتقالية، وهذا ديدا المراحل الانتقالية كما قلت لك. يعني طيب عاد معي السيد عاشور شوايل وزير الداخلية الأسبق. السيد عاشور شوايل، اليوم احنا قدام حكومة جديدة، حكومة انتقالية من المفترض أن تعمل في سنة وأربعة أشهر. هذه الحكومة يعني عدد الحقائب فيها يعتبر موسع، نتكلم على 38. يعني كيف قيمت هذه التشكيلة الوزارية الجديدة وكيف قرأت هذه المحاصصة في هذه الحكومة وما مدى فعاليتها؟ أولا السلام عليكم حضرتك ولضيوفك الكرام وكافة المشاهدين الأعزاء. يعني في البداية يعني خلينا نقول بشكل طبيعي نتمنى للسيد فتحي باشاغا التوفيق لمنح الثقة للحكومة، وكنا نأمل الحقيقة أن تكون حكومة كفاءات، حكومة لمرحلة حساسة ودقيقة وهي مرحلة انتقالية، وحتكون يعني يفترض تكون آخر مرحلة انتقالية تمر على هذا البلد الحقيقة اللي تمنى له أنه ينهض من هذه الكبوة اللي هو فيها. ولكن للأسف الباين أن الرجل
أصبح تحت ضغوط من مجلس النواب، من مجلس الدولة، من عدة جهات أخرى مشاركة في هذه في هذا التحالف الجديد. يعني أتمنى فقط من هذه الحكومة إذا كانت تمكنت هي أن تمارس عملها بأنها تحاول بقدر الاستطاعة أن تلتزم بتعهداتها، هذا الكلام للسيد باشار أنا شخصيا للشعب الليبي، أنه يزيل كافة العوائق وما يسمى بالقوة القاهرة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال الفترة المحددة بالضبط لضمان أن يعبر الشعب الليبي عن إرادته باعتبارهم هم أصحاب المصلحة العقدية وليس من يتقاسموا في الوظائف والحقائب إلى آخره، يعني بمنتهى الصراحة. أتمنى تكون هذه الحكومة هي آخر حكومة انتقالية، يعني هذا الكلام نوجهه لرئيس الحكومة بعد ما منحت الثقة لها اليوم، وليترك لمصدر السلطات اللي هم الشعب أن يمارس حق الدستور وهو حق شرعي انتخاب سلطته التشريعية والتنفيذية المتمثلة في رئيس الدولة القادم، والتي وأيضا مجلس النواب أو السلطة التشريعية. طيب. نعم. ابقى معي سيد عاشور شوائل، أعود إلى ضيفي السيد محمد بويصير. سيد محمد، يعني تحدثت في البداية عن عنصر الأداء والكفاءة في هذه الحكومة، ويجب يعني التوفر والتركيز على هذه المسألة، ولازم نحكمه يعني بهذه الطريقة. يعني هل يمكن للأداء أن يتحقق في ظل يعني هذا الكم الكبير من الحقائب اللي هي متفرعة في حد ذاتها؟ لا، هو انا دعني عشان اكون صريح، يعني هو ليبيا من يوم يومها ما فيهاش اداء. يعني مش احنا ما نحطوش المعايير الدوليه نقول لك والله في المانيا يديروا في كذا. اليوم على فكره الخبير الالماني وولفغانغ لاتشر دار تغريده قال فيها ان ما رايناه هو عرض هزيل جدا، وانه سيثير اعتراضات كثيره داخليا وخارجيا، ولكن ليس مستغربا على سيد عقيلة صالح استعمال هذه الخزعبلات، واستعمل لفظة شانينغانز اللي هي معناها خزعبلات. أنا يؤسفني هذا، يؤسفني أن بلدي هذا هو ما يراه العالم عليها، أن يشوف أن نحن نحاول نغشه، يعني سواء في الجلسة الأولى التي حطوا فيها السيد باش آغا رئيس وزارة، تم منع مرشح إسماعيل الشتيوي وهو موجود، وتم وضع مرشح آخر اللي هو البيباص في داره سكروا عليه باش يمشوا العملية، واللي طلع بعدين من فين انسحابه. نعم، واللي طلع بعدين من فين انسحابه. أنا أتحدث على المسار، أنا لا يهمني الأشخاص. أنا لا يعنوني هذول أبدا، ولن يكونوا حتى هامش في صفحة في تاريخ ليبيا المستقبلي بإذن الله. ولكن المسار، يعني نحن نريد زي ما تفضل السيد عاشور، دكتور عاشور، بأن نريد أن ليبيا تنهي المراحل الانتقالية وأن يمارس الناس حقهم في اختيار حكومة تمثل إرادتهم. كيف يمكن أن يحدث هذا ونحن في كل مرة درجة الغش تزيد ودرجة الفساد السياسي تزيد، وكل مرة يريد الجميع يريد أن يخدع الشعب، وحتى اللي نقولوا عليه والله قوي ولن يقبل أنه يشارك، تلقاه يشارك مستعد أنه هو يغش الناس، مستعد يضحك على الناس، ومستعد أنه هو يجي فلحط على السلطة لمجرد أن يكون في السلطة. أما الحديث عن أي إنجاز، يا سيدي نحن في ليبيا شعب صغير نعرف بعضنا، لما تقول لي من يقدر يمسك وزارة الداخلية في ليبيا نعرف، لما تقول لي من يقدر يمسك الكهرباء نعرف، ولكن القصة هنا خارج هذا الإطار تماما. نحن حتى الحكومة اللي موجودة الآن هي شن ماسكة وشنو عندها، حتى هي حكومة مش عارف كم واحد فيها، 30 40 واحد. طيب سيد بوصير، هل يمكن تقييم مبدأ المحاصصة بأنه يندرج يعني تحت إطار الفساد السياسي؟ هل يمكن أن يعني يتم الحكم على مبدأ المحاصصة وإدراجه تحت بند الفساد السياسي؟ يا رجل ما فيش محاصصة في الحكومات، المحاصصة في البرلمان. البرلمانات المجالس التشريعية تنتخب، تكرى عليها جماعة، غريان عليها جماعة، وليست في الأجسام التنفيذية. ولكن مش في الوزارة، ما فيش في الوزارة محاصصة. إذا كان قلت لك أمريكا 320 مليون نسمة 14 وزير،
الوزارات هي قمة الجهاز الإداري ولازم تشتغل. يعني سمحني، لو أنت تشكل في وزارة وأنا جابني لك عقيلة صالح، أنا ورائي مش لك العقيلة صالح، باهي أنت كيف تشغلني؟ كيف تحاسبني إذا أنا يحمي فيا بالقاسم حفتر؟ أنت كيف تحاسبني؟ كيف تقول لي؟ زي ما ألا تراها أنها تعاملت مع واقع سيد محمد؟ تعاملت مع واقع الحالة في ليبيا هذه المحاصصة؟ لا 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 لا، لا تحتاج إلى سياسيين أقوياء. لو فتحي باش آغا بعد ما اختاروه طلع وقال لهم يا جماعة أنتوا قبلتوا البرنامج بتاعي وأنا أشكركم، ولكن أنا لابد أن أعين الناس اللي هم ينفذوا هذا البرنامج ويضعهم أمام الحائط، يحطهم أمام شخص سياسي قوي فعلا، ولكن أنه يفتح الجلابية بتاعه. ولكن لن تمر هذه الحكومة بهذا الشكل، لكن لن تمر هذه الحكومة في نفس الوقت مختلفة. لكن لن تمر هذه الحكومة بهذه النظرية للأسف. ليش ما تمرش لما يحرجهم أمام الناس؟ السياسي القوي، شوف يا سيدي، السياسي القوي يؤثر في العالم كله، مش في عقاب برلمان فيه 90 واحد فرفوط ما نعرفوش عليهم ولا يعرفوا حاجة في السياسة، ولكن ما عندناش سياسيين أقوياء للأسف، ما عندناش. نحن عندنا ناس تبحث على مناصب في السلطة، لا عندما تبحث عن منصب تنتهي انتهازية، عندما تبحث عن منصب تنتهي انتهازية، وهذا ما نراه أمامنا. طيب أعود إلى ضيفي السيد عبد الله الديباني. سيد عبد الله، يعني مبدأ المحاصصة أصبح أمر واقعي للأسف في ليبيا ويجب قبوله على ما يبدو يعني ولو على مضض، لكن هل تنصيب وزراء من عائلة واحدة أي أخوة، هل هي إكراهات يعني سياسية أم ضغوطات أم مصالح مشتركة؟ كيف تقرؤون هذا الأمر؟ سيدي الكريم، نحن لازم نقدو، أنا لازم نقول نقدو واقعيين. الأمر كله مبني من المراحل الأولى، من أول 2011 ونحن نرى هذه المحاصصة، من أول 2011 وتعاقب هذه الحكومات التنفيذية أو السلطة التنفيذية نرى وجود هذه المحاصصة، وهذه المحاصصة كل ما فيها بدأ يزداد نحو اتجاه المصالحية والنفعية الشخصية. وبالتالي حتى مجلس النواب الذي قارب على قرابة 8 سنوات لم يأتي طيلة هذه الفترة بإنجاز، لأنه يدخل في أخذ المكاسب والمنافع والامتيازات، كذلك حتى في الحكومة التنفيذية. وفشل الحكومة أن مجلس النواب لم يكن يوما مجلسا رقابيا على أعمال السلطة التنفيذية، بل هو لتحقيق مصالحه الشخصية. اليوم نريد أن نضع كل المعايير التقنية والمعايير القانونية والمعايير المثالية على حكومة فتحي باشاغة. نحن الآن أمام حكومة أنهت وجود حكومة أخرى، مع أن الحكومة السابقة إذا كنا نريد أن نضع في الميزان لن تكون أسوأ من حكومة عبد الحميد دبيبة التي انحرفت انحرافا كاملا عن تيار السلطة التنفيذية، والتي بدأت تريد أن تصن القوانين وأن تقرها، وبدأت تنادي حتى في عملية إسقاط المجالس التشريعية التي ولدت من رحمها. يعني مش معقولة حنقوله أنه حيكون أسوأ، لا بالعكس، أنا أرى أنه إذا كان عبد الحميد دبيبة أسوأ ففتحي باشا ممكن يكون سيء، لكن مش حيكون أسوأ من عبد الحميد دبيبة وحرك وتجاوزه للسلطات وكذلك انحرافه وتأييده وتمويله للمظاهرات لإسقاط مجلس النواب الذي هو من منحه ثقة. هذه حقيقة، يجب أن نكون واقعيين. نحن نريد كيف هذه مسألة مهمة سيد عبد الله، إلى ماذا استندت في هذه المسألة؟ يعني إن حكومة دبيبة يعني تدفع الأموال من أجل خروج المواطنين لإسقاط مجلس النواب، هل تقصد المواطنين اللي خرجوا في مدينة البيضاء واللي تم منحهم في مدينة طبرق؟ ليس المواطنين الآن في الوقت الحالي، أنا نحكي على المظاهرة المؤيدة لإسقاط مجلس النواب التي حدثت في ميدان الشهداء وخطب فيها السيد عبد الحميد دبيبة. نعم، سوف نعود إليك سيد عبد الله الديباني وكذلك محمد بوصير والسيد عاشور شوير، ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا.
من جديد اهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من حلقه الليله من نسخه للراي العام، واحنا اليوم نناقشوا في موضوع هذه التشكيله الحكوميه الجديده برئاسه السيد فتحي باشاغا ومنح الثقه من قبل البرلمان لهذه الحكومه. اعود سريعا لضيفي السيد عاشور شوايل وزير الداخليه الاسبق. نحن اليوم امام امر واقع، عندنا حكومه يعني تحصلت على منح الثقة من قبل البرلمان، حكومة موسعة، حكومة جاءت بالمحاصصة والطرديات. السؤال الكبير هنا، ما الذي سوف تغيره يعني الفترة الانتقالية القادمة، وتستطيع فعل ما لم تستطع الحكومات السابقة فعل سيد عاشور شوايل، أم تتوقع النتيجة نفسها؟ أنا الكلمة اللي ألقاها سيد باشاغا بعد منح الثقة للحكومة تعهد بنقاط أنا كنت أتمنى، اللي هي بما فيها إجراء الانتخابات وإزالة كل العوائق وإلى آخره، وأنه هو لا يتجه إلى تصفية حسابات أو انتقام أو كلام، كل كلام جميل. أيضا يجب أن نعلم أن هناك معضلة في ليبيا، لم تقوم لها الانتخابات، لا تتم الانتخابات ولا تتحسن البيئة اللي هي محيطة أو لازمة لإجراء الانتخابات إلا بإزالتها كما يقال، اللي هي قوة قهر. يجب أن تنسحب كافة القوات الأجنبية اللي موجودة داخل الأراضي الليبية أينما كانت. يجب أن يعني كل الأجانب أو المرتزقة الموجودين داخل الأراضي الليبية يجب أن يكونوا خارج ليبيا خلال أشهر أو شهر أو شهرين. الحاجة الأخرى، يجب أن يسعى بشكل فعال إلى سحب السلاح يا إخوة، السلاح في كل مكان، ليس في منطقة غربية أو جنوبية أو كذا، في كل مكان. أي سلاح يجب أن يفعل التشريعات اللي لازالت نافذة، ويبدأ في سحب السلاح وتفكيك كافة المجموعات المسلحة. اللي عنده مشكلة يحتاج إلى عمل، يبحث عن عمل. هل يندمج؟ أن يندمج فردي أو إلى آخره، لكن طالما فيش ميليشيات أو مجموعات مسلحة، تشكيلات مسلحة، احنا الآن نشوف في الصراع الآن. طيب، طالما فيه مرتزقة، طالما فيه قوات أجنبية، الأمر حيكون صعب جدا. أتمنى أن يركز على هذه الأبعاد وأن يبحث على هيكلة الإدارة على مستوى ليبيا، حيحسب لذلك الأمر. نعم، بإعادة هيكلة كافة الوزارات واختيار الأكفاء لها. طيب، أعود إلى ضيفي السيد محمد بوسير. يعني سيد محمد، منح الثقة للحكومة بهذه التشكيلة بطبيعة الحال يبدو جاء بناء يعني كذلك على التحالف مع القيادة العامة، هل ستلغى هذه المسميات في المستقبل على ضوء ذلك والبدء في توحيد البلاد؟ أستاذي، أولا أنا الأستاذ عبد الله كل احترامي له، أنا يعني لا أحاول أن أطبق معايير يعني خارج إمكانيات الليبيين، ولكن أنا شخصيا لست داعما لحكومة دبيبة ولا لحكومة السراج. أنا أعتقد من عام 2012 إن كان من الضروري إن المجتمع الدولي يلحق قرار آخر بأن نكون تحت وصاية للمجتمع الدولي، أنا أقولها بالعربية، تحت وصاية لإعادة بناء دولة ليبيا الحديثة. وأنا أقول لك اليوم بعد 10 سنوات من 2012 أن النخبة السياسية الليبية غير قادرة على بناء دولة عصرية يتمتع فيها المواطن بالأمن والاستقرار والحرية والازدهار والتقدم بكل صراحة. ولذلك ما حدث من 2012 إلى الآن وما سيحدث من الآن إلى 2032 إذا لم يتدخل العالم فسيكون في انهيار وانهيار. وما يحدث، نحن طيب، بددنا الاحتياطيات تاعنا، بددنا الاحتياطيات، وليخرجوا جماعة الماليين يقولون لنا نحن اقتصادنا تقريبا توقف، نحن البنية النفطية بتاعنا تحتاج إلى 50 مليار دولار لإعادة بنائها لتكون في مستوى بتاع 2011، نحن أصبحنا نوزع الحقائب الوزارية بالفلوس لكن وبالسيارات. لكن اليوم في تحالف على ما يبدو بين السيد فتحي باشاغا والسيد عقيلة صالح والسيد يعني خليفة حفتر، يعني هكذا الجميع يصف هذه الحالة، لكن هذا تحالف، هذا تحالف تاريخي البعض يقول. هذا عقد قران عقد في مصر،
يعني هذه القصة كلها عقد قران عقد في كوبري القبة في مصر وجاءوا لتنفيذها في ليبيا، فهمت؟ لأن ما صارش من الانتخابات التي كان من المفترض أن هي تتيح فرصة التزوير وأن يصلوا ناس معينين، وكانت خطة واضحة وموضوعة. أنا قبل الانتخابات بأسبوع قلت أن اللي جاي فيها خطة كاملة لإيصال أطراف معينة للسلطة، طيب قرروا أن يستعملوا هذا المسار للوصول للسلطة. ما بنود هذا العقد القران سيد سيد نعم. محمد كما أسميته أنت الآن، هذا العقد القران اللي تم في مصر من شهر، أبرز البنود قران. أيوة في عقد قران، أعطينا النص. عقد قران حدث بين السيد حفتر والسيد عديدة. ما كان فحواه تحديدا؟ فحوى أن هو يتم استيلاء عن السلطة عن طريق حكومة مؤقتة، وأن قصة الانتخابات التي يبدأ بها تنتهي تماما، ما عادش يحكي عليها أحد. هذا ما سيحدث، وقصة في النهاية يعني ستستمر. هذه نحن بعد ما جاءت بيبة للحكم طلع أن في رشاوي اندفع، فهمت كيف؟ وقبل بيبة كان السراج ما حدش يعرفه، وكان الرجل مسكين يعني جاب نحن في مأساة وأزمة ومستنقع على طول. الشيء الوحيد أن النخبة لا تريد تدخل أحد، ليش؟ لأنها هي زايطة في الخيرات بتاع البلد وتقسم فيها على بعضها عن طريق هذه الوزارات والوكالات، هم النخبة عايشين، وهذا الشعب الليبي المسكين لا عنده باش يقري عياله، ولا عنده باش يصلح سيارة، ولا عنده حتى حاجة. فنحن الآن في مرحلة يا إما نوقف ونقول يا عالم يا هو تعالوا ساعدونا، بلكي نقدر نلحقوا في حاجه، يا اما انا نقول لك انت اليوم نقعد معاك ربي يعطينا طول الامر، بعد 3 سنين نفس الشيء ونفس الازمات وبشكل أسوأ، لان النخبه الليبيه غير مؤهله لبناء دوله معاصره يتمتع فيها المواطن بالامن والاستقرار والحريه والازدهار والتقدم. طيب اعود الى ضيف السيد عبد الله الديباني. يعني ضيفي السيد محمد بويصير يقول أنه لا وجود الانتخابات اليوم، عندنا سلطة وعندنا اتفاق يعني مبرم في مصر ويتم العمل عليه هذا الاتفاق، وسنبقى يعني في مرحلة انتقالية جديدة مدتها 5 سنوات أو أكثر لربما. كيف تعلق على هذا الطرح؟ أولا أنا نقول بالعكس، في الأول كانت الانتخابات غير مبنية على قاعدة دستورية، وكذلك لم يكن هناك توافق على القوانين ما بين الجسم الشريك سياسيا ألا وهو مجلس النواب. اليوم هناك تعديل دستوري في الفقرة في المادة 30 فقرة 12 بينت فيها، هذا التعديل بين فيها خارطة الطريق حول ما يتم إصداره من لجنة خبراء، ومن ثم عرض هذا التعديل على مشروع الدستور 2017 إلى الاستفتاء عن طريق المفوضية دون الرجوع للمجلسين، أو في حالها يتم إعداد قاعدة دستورية ما بين مجلس في حال عد الاستفتاء بلا يرجع إلى الهيئة التأسيسية لتعديله. هنا نحن نتحدث. طيب أعود نعم، نواجه مشكلة في الاتصال بسبب جودة الاتصال في البلاد مع السيد عبد الله الديباني. أعود سريعا للسيد عاشور شوائل وزير الداخلية الأسبق. يعني سيد عاشور، إذا ما تحدثنا قليلا عن المواقف المحلية، وأول الرد فعل يعني جاء بعد جلسة منح الثقة جاء من رئيس المجلس الأعلى للدولة سيد خالد المشري، واتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي والتفرد بالرأي. يعني السؤال هنا، كيف ستكون تداعيات يعني هذه المناهضة يعني لهذه الحكومة الجديدة أو المناهضة لهذه الحكومة؟ لو تكلمنا بلغة القانون، مجلس النواب هو المعنى، بغض النظر على سلبياتنا وملاحظاتنا حول بعض تصرفات مجلس الدولة، اتفاق تم بين المجلس النواب أنه هو يستشير، أو حتى في حوار الصغيرات ممكن هذه مسألة ترجع إلى رئيس، لكن السلطة التشريعية المعنية بهذا الأمر هو مجلس النواب. أنا ماليش معه، بل عندي عليهم تحفظ كثير، ولكن هذا هو الواقع. مسألة إن مجلس الدولة يقول لا أنا كذا، لا، مجلس الدولة هم، نحن نعلم هم مجموعة دخلت الانتخابات السابقة ولم يحرفوا من الحظ، فانفصلوا
عن طريق للأسف المجتمع الدولي أو عن طريق كذا في الحوار الصغير، تريد كمجلس استشاري، دور استشاري لا أكثر ولا أقل. الآن ألاحظ فيه أنه هو بدأ يتحول إلى شريك رئيسي إلى مجلس النواب في ممارسة العمل التشريعي. ما يقام الآن هو أول شيء، بالرغم من تحفظاتنا كثيرة. أنا أسمح لي في جزئية الحقيقة تحفظت عليها في لقاء قبل هذا اللقاء، أحد أعتقد هو أحد أعضاء مجلس النواب، فسأل سألت المذيع أسمح لي في هالنقطة، أسأل فيه قالت له يعني كيف أعضاء أغلب الحقائب موزعة على أقارب أعضاء مجلس النواب، فرد عليها قال له هذا أمر طبيعي. هل يعقل هذا الكلام؟ الحقائب اللي وزعت فيه جزء كبير منها يا أبناء يا إخوة يا كذا من أعضاء مجلس النواب. مجلس النواب هذا يفترض سلطة تشريعية رقابية لا علاقة لها بالسلطة التنفيذية إلا تحتما تعطى ثقة للحكومة أو القسم اليمين القانوني إذا كان ما فيش رئيس دولة يتم القسم أمامها، لكن لا علاقة له. الآن مجلس النواب يمارس في بعض الأعضاء تجد يمارس في العمل التشريعي وفي نفس الوقت تجد يمارس في العمل التنفيذي بالضغط على الحكومة المنتخبة. وأنا أتمنى من السيد باشا عوا أنه ينتبه لذلك، باعتبار أن الآن حكومة منحت لها الثقة بغض النظر. سيفترض ينتبه مجلس النواب لا يملي شروطه كأعضاء أن حط فلان وحط علان وإلى آخره، والآن الأمور قاعدة متردية في الدولة الليبية. عود إلى ضيف السيد محمد بويصير. يعني سيد محمد، يعني مجلس الأعلى للدولة كذلك يعني ليس بمنأى عن الانتقادات الموجهة لمجلس النواب وللحكومات اليوم الموجودة. مجلس الأعلى للدولة يعني تردد قبل وقت من أن يحسم موقفه تجاه تعديلات 10 فبراير من قبل مجلس النواب. في البداية رحب بباشاغة، بعدين رفض التعديل الدستوري، ثم بعد ذلك شكك في التزكيات، وأخيرا موقفه بعد جلسة اليوم. يعني كيف نقرأ هذا التناقض وهذا الموقف من مجلس الأعلى للدولة وما هو في يد اليوم؟ صديقي العزيز، يعني بدون ما نخش في تفاصيل ونمس أشخاص، كل النخبة السياسية فاسدة سياسيا يا رجل. يعني انت يعني هل محتاجه ان احنا نثبت هذا؟ مش محتاجه حتى الوكيل نيابه. النخبه السياسيه في ليبيا نخبه فاسده قاعده على مضخه الفلوس اللي هي النفط والميزانيات العامه والانفاق العامه، وكل منها يريد ان يثري نفسه ويثري عائلته ويحصل له مهنه وظيفه برا بالدولار، ولا حصل له صندوق يصمت منه ولا حاجه. فيعني واللي ما حصلش يحصل في سياره لكسس كيف ما سمعنا يوزعوا فين. واحد صديقي العزيز محمود قال يوزعوا في سيارات لكسس على النواب. يعني يا سيدي هذه مهزله، هذه لا علاقه لها بالعمل السياسي. وبعدين انا اقول لك حاجه، المفترض ان نحن الان في شهر مارس 2022، معناها في شهر 6 2023 مفروض ان نحن اذا تولت هذه الحكومه حكومه باشاغا ان نحن نقيم الانتخابات لاختيار الناس اللي يبوهم الشعب، مش انتخابات على الطريقه السيساويه. انا اتحدث على انتخابات حقيقيه. انا معاك اهو، ربي يعطينا طول العمر، لا انتخابات ولا هم يحزنون. في الاخر حتى لو اندارت لعبه حيجيبوا واحد مش معروف بكل ويطلع ويفوز اللي التحالف اللي موجود الان. اذا نحن امام حاله الشعب الليبي هو اللي خاسر فيها. اذا لم يخرج الشعب الليبي، وانا لا احرض احد، الى الشارع ويقول وجهه نظره ويقول رايه ويعرف ان الفقر الذي طيب يعاني ماذا منه هو ماذا نتيجه ماذا يعني المشري عندما يقول سنتخذ يعني اللازم حول هذه المساله في الجلسة القادمة؟ ماذا يعنيه الرجل سيد محمد بويصير؟ وماذا بيده تحديدا وآلياته؟ أم أنها مجرد مناورات سياسية؟ أنا لا أحب أن أركز على ما يقوله هؤلاء، لأن يا أخي في النهاية هذه أمانة، العمل السياسي أمانة. هؤلاء الناس خاينين الأمانة. أنا أعرف شخص في مجلس الدولة كان يتحدث حريصا على كذا. اكتشفت الآن أن مقابل منفعة يبدو أنها مادية وما نقدرش نقول أسماء، هذا الرجل تغير 180 درجة
ونحن نرى هذا كل يوم. هؤلاء الناس لا يمكن أن نعتمد عليهم في حمل أمانة وأزمة الشعب الليبي، مش ممكن. أي تصور زي هذا، زي ما تصورنا القطوس اللي عندك في الحوش تقدر تعلمها ترد على التليفون، مش ممكن. هذه نخبة فاسدة لا بد من التخلص منها. التخلص منها يتم عن طريق يا إما الشعب يحمل الوعي وتخرج قيادات من الشارع تقوده من أجل أن هو يعزلها، يا إما أن يجي تدخل أجنبي. وأنا أقول لك حاجة، مع الأزمة الأوروبية الآن، نعم سيد محمد، لكن اليوم نحن نتخوف حقيقة من تداعيات هذه الخطوة على الوضع الأمني اليوم في البلاد، وحتى موقف السيد خالد المشري اليوم رئيس مجلس الأعلى للدولة لربما ينذر بهذا الارتباك الأمني اللي يمكن أن يعود من جديد حتى في نطاق العاصمة طرابلس. ولا ننسى كذلك موقف دبيبة وتمسكه بالخارطة الطريق وانتخابات يونيو القادم. أيوة، يعني انت شيل لسامي تلقى احنا ردين للانشقاق وللقتال وللموت وللدم. يعني نحن قاعدين ماشيين في نفس الدائرة المفرغة اللي هي بتاع اسرق اقتل انهب، اسرق اقتل انهب. والمواطن الليبي والطفل الليبي اللي ولد امس يا عزيزي، والسيده الليبيه العجوز اللي تدور الان في حد يرعى صحتها، هذول منو بيهم؟ طيب اعود الى ضيفي السيد عبد الله الديباني. سيد عبد الله، يعني كيف تتوقع المشهد؟ هل سيتمسك السيد عبد الحميد الدبيبه بالسلطه ويرفض التسليم؟ أم أنه هناك وسطات ومفاوضات؟ ومن برأيكم يستطيع أن يقود هذه المفاوضات؟ سيد فرج، أولا موضوع السيد عبد الحميد الدبيبة، السيد عبد الحميد الدبيبة باجتماعه الأيام الماضية بعدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية أثبت بالإثبات المطن أن هو خائف، بقوله خائف من هذه الجلسة وخائف من عملية إعطاء الثقة، بقوله أنه تم التوافق مع عدد من النواب الوطنيين، وهنا أضعها بين ظفرين، أنهم لن يحضروا جلسة لإفشال جلسة الثقة، وبالتالي سمعنا من بعدها هم أفشلوها فعلا يوم الاثنين. يا ديباني، سيد الدباني، هي فعلا فشلت يوم الاثنين، أفشلوها وهذا دليل. نعم أفشلت، وهذا دليل آخر أن السيد عبد الحميد الدبيبة يسعى عن طريق امتيازات مالية، ومنها اللكسز التي ذكرها ضيفك وأستاذي الكريم في ما قدمه لكل نائب من أجل البقاء، وكذلك التهديد الذي وصل اليوم لعدد من النواب من المنطقة الغربية إلى مجلس النواب بتهديدهم وتهديد عوائلهم وكل أقاربهم في حال أن هو ضيف السيد محمد بوسير، بحيث لا يصير اللغط. يعني هو وصف يعني المسؤولين بشكل عام بهذه الصفة، ولم يقتصر يعني الأمر على السيد عبد الحميد الدبيبة، وقصد الطبقة السياسية الموجودة في ليبيا. وجب التوضيح. واحد من عبد الحميد الدبيبة، أنا أقولها، واحد من الشخصية من الطبقة السياسية الفاسدة. عبد الحميد الدبيبة، في تنويه شيء، أولا الرشاوي لم تأتي بأقاويل. الرشاوي، أنا أريد أن أعرج عن المجتمع الدولي، الرشاوي حدثت وتم تبيانه من خلال لجنة الخبراء في من التابع للأمم المتحدة، ثم اختفت بقدرة قادر هذه اللجنة وهذا التقرير. ولهذا نجد حتى المجتمع الدولي الذي طلب أبو يسير أن يكون هناك وصاية من أجل تنظيم العملية السياسية في ليبيا، هو الآن مستفيد من هذا التخبط السياسي وهذا المخاض السياسي، ويريد إدارة الأزمة. نحن الآن أمام دول تريد مصالحها، بدليل أن الأساس الأول في عرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو عدم رضا دول بعينها على هذه القائمة وعلى أسماء بعينها. وصف ما طيب سيد عاشور شوايل، يعني وانت كنت رجل امني في السابق، وزير للداخليه، يعني هل يمكن ان يتعرض يعني الوضع الامني للخطر بسبب يعني هذه التداعيات اذا يعني اذا تمسك السيد الدبيبة بالسلطه، اذا وضعنا هذه الافتراضيه؟ هو الواقع، أو يعني الحقيقة، حتى في البداية من فترة قلت أن السيد عبد الحميد الدبيبة سوف لما ينتخب أو تمنح الثقة إلى حكومة
شركه البشاره سوف يترك ولم تحصل تصادم. لكن ما نشاهده اليوم ان المال الفاسد اصبح يلعب في دور رئيسي للتحريض ونتمنى من الله الا تحصل هذه المصادمه، لان ناس كثيرين يقول لك والله طرابلس هي اهل طرابلس، وطرابلس كمدينه بعيده عن هذه التصرفات. اغلبيه الناس بصفراء وناس يعني وكلين يعيشوا شعب بسيط او جزء من الشعب البسيط، لكن هؤلاء الان لا 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 هدف لهم الا المال، من اجل المال مستعد يفعل اي شيء. واتمنى من الله بالنسبه للسيد عبد الحميد الذيبه ان الامر قضي، خاصه اذا اعضاء الحكومه تم القسم الدستوري او القانوني قدام مجلس النواب وانتهى، خلاص هذه الحكومه الشرعيه، يعني وجودها لا معنى له. كل طيب. الكلام اللي فيه لا معنى له. طيب اعود لضيفي محمد بوصير، يعني بالحديث عن الدور الدولي تجاه ما يحدث اليوم في الداخل الليبي، يعني كيف تتوقع موقف البعثة الأممية وتحديدا السيدة ستيفاني ويليامز؟ يعني اليوم البعثة الأممية مع من ستصطف؟ يعني كيف تتوقع أن ما ينتج من البعثة من موقف تجاه حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة وحكومة السيد فتحي باشاغة؟ كيف ستفصل في هذه المسألة، وهل لديها الحلول اليوم؟ يعني ردود الأفعال الخاصة، اللي أنا شوية تليفونات مع أصدقاء وكذا، وهي ما هم مش مسؤولين حكومة وغيرها، بس ناس مهتمة بالملف، خبراء، عرفت، باحثين، صحفيين، يعني يروا أن العملية التي تمت في مجلس النواب اليوم كانت عملية غامضة غير واضحة فيها الشفافية، وبالتالي حيكون صعب دعمها، لأن من المفترض في موقف زي هذا أن يكون العملية شفافة تماما. يعني ما تقول لي عدد اللي صوتوا 14 لما نعدوا نلقوا 14، لما يعني الأمور تكون واضحة. هذا لم يحدث، فهمت؟ لا النصاب ولا الأصوات. الشيء الآخر أن الحديث على أن البرلمان فقط هو من يعطي الشرعية، أنا لست خبيرا في هذه الأمور. طيب. ولكن يبدو أن في أخيرا سيد بويصير سؤال أخير، يعني الموقف الدولي هل سيتأثر يعني بالحرب الموجودة اليوم في أوكرانيا وروسيا على موقفهم في ليبيا؟ هل تتوقع يعني لهذا تأثير لربما وتغاضي ودعم للموقف الدولي تجاه ليبيا؟ تصور أن هم حيفكروا في القبة قبل ما يفكروا في كييف اللي هي إحدى برلين، يعني ولا كيف؟ لا تتوقع ما فيش تأثير تتوقع طبعاً. يعني أنا أقول لك حاجة، هذه الحرب قد تتوسع، أنا أحذر من قيام الحرب وقامت الحرب. الآن أنا أقول أن هذه الحرب ستتوسع، وإذا توسعت ليبيا على تخومها، وليبيا ستقع تحت الحكم العسكري للناتو من جديد، وستراها يعني، لأن في النهاية ليبيا فيها موقع، يعني ليبيا خلينا بالعقل. الحرب العالمية الأولى ليبيا قاتلوا الليبيين إلى جانب الدولة العثمانية ضد الطليان والإنجليز والفرنسويين بقيادة أحمد الشريف، وعندما هزمت دول التحالف العثماني النمساوي الألماني أخذوا أحمد الشريف في غواصة إلى اسطنبول. الحرب العالمية الثانية عندما أراد هتلر أن يغلق قناة السويس نزل رومل والفرقة الألمانية في طرابلس، عندما احتل مونتوغومري تونس وليبيا انتقل خلال 45 يوم إلى إيطاليا. فليبيا أحد تخوم أوروبا. أنت سألتني، خليني جاوبك. طيب تفضل. أيوة، يعني أحد تخوم أوروبا التي لا يمكن أن تكون في معزل عن أي حرب تتوسع في أوروبا، وقد يكون هذا في النهاية يؤدي أن 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 بركي يديرون حياة سياسية أفضل من اللي موجودة الآن، لأن حقيقة في 11 سنة مرت، وقبلها طبعا 50 سنة بتاع القذافي بتاع شخص واحد يحكم والباقي صفق، ولكن وهي اللي سببت ما حدث الآن، أن هذه النخبة الموجودة هي نتاج تلك الفترة وقمع السياسة ومنع السياسة ومنع الناس أن هي تعمل في السياسة. لذلك قد يكون التوسع الحرب في أوروبا في النهاية يجعلنا أمام فرصة لتحديث بلدنا، وأن فعلا ممكن في يوم من الأيام يكون عندنا دولة نباهي بها الآخرين ونورثها لعيالنا ونحن مفتخرين بها.
أشكرك على هذه القراءة وعلى مداخلتك معنا سيد بوصير اليوم كاتب وسياسي، وأشكر كذلك السيد عبدالله الديباني الباحث القانوني والمهتم في الشأن السياسي الليبي، وكذلك السيد عاشور شوايل وزير الداخلية الأسبق. أشكر كل الضيوف على مشاركتهم معنا في هذه الحلقة. أشكركم أنتم أيضا مشاهدين على حسن وطيب المتابعة. إلى الملتقى في الحلقة القادمة من نسخة إلى الرأي العام. كونوا بخير.